في الحقيقة وزارة النقل أعلنت عن تنظيم عدد من الرحلات اليومية بأتوبيسات فاخرة من أجل نقل المواطنين من القاهرة ومن الإسكندرية إلى داخل مهرجان العلمين وإلى داخل مناطق المعارض الخاصة بالهيئات والشركات الحكومية والمنتجين الشباب والطلبة المشاركين في المهرجان، وكذلك إلى الشاطئ العام وإلى شاطئ المهرجان وإلى منطقة الحفلات وإلى كل النقاط الحيوية داخل مدينة العلمين الجديدة ومحيطها، وده في إطار التعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما بين وزارة النقل. في تفاصيل أكتر محتاجين نعرفها من اللواء حسن الليثي رئيس شركة السوبر جيت التابعة لوزارة النقل. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا أستاذ عمرو، صباح الفل. أهلا وسهلا. رحلات يومية زادت سواء من القاهرة أو من الإسكندرية إلى داخل مهرجان العلمين، لو تكلمنا عن تفاصيلها لو تسمح. هو حضرتك طبعا مهرجان العلمين ده حدث ثقافي بيتم كل سنه في مدينه جديده، فيها حقيقه مدينه بقت عالميه ولها اسمها ولها شهرتها، والحدث الثقافي دوت برضه بيبقى على مستوى المدينه نفسها. نعم. فاحنا حضرتك بنطلع اتوبيسات فاخره لخدمه الجمهور ولخدمه المواطنين لداخل المدينة ذات نفسها، لحضور بقى المهرجان والشاطئ ومنطقة الحفلات زي ما حضرتك قلتي، وفي لو في معارض خاصة بالشركات والهيئات بيحضروها والمنتجين، كل دوت سيادتك بنسير بيه رحلات من القاهرة بتقوم من الساعة 8 الصبح وبنعمل لهم عودة الساعة 8 مساء. وفي نفس الموضوع برضو الساعة من اسكندرية الساعة 8 صباحا من سيدي جابر والعودة الساعة 8 مساء. بتذكرة واحدة. بتذكرة واحدة. 8 صباحا والعودة بتكون 8 مساء. بالظبط. طيب في حالة ان في حد قضى اليوم والليل كمان يقدر يرجع تاني يوم الساعة 8 مساء بنفس التذكرة؟ في بالليل، في اللي عايز يحضر الحفلات المسائية في ميعاد الساعة 4 من القاهرة والساعة 5 من سيدي جابر، ده علشان يحضر الحفلة ويرجع الساعة 2 بالليل، خدمة جديدة ومميزة في التوقيت اللي بتنتهي فيه الحفلات أو بتنتهي فيه الأنشطة اللي موجودة. طب عايزين نتعرف على الأماكن اللي ممكن يعني الراغبين في حضور حفلات المهرجان إن هم يروحوا، يعني يروح فين في القاهرة؟ يروح فين في اسكندرية؟ في القاهرة حضرتك ما احنا عاملين محطة عدل منصور، دي محطة تبادلية مركزية جسر السويس، دي ملتقى لجميع وسائل المواصلات للمواطنين، في سيادتك مترو الأنفاق وفي القطار الخفيف الـ LRT، في جميع المواصلات اللي بتيجي من المدن الجديدة لحد محطة عدل منصور. المحطة موجودة هناك والأتوبيس موجود واستراحات جميلة جدا، ومحطة فاخرة على مستوى برضو وزارة النقل. بالنسبة للإسكندرية في سيدي جابر موجودة وفي محطة محرم بيك موجودة، ولكن سيدي جابر برضو علشان كل جايين من محافظات وجه بحري ينزل يلاقي الأتوبيس لحد مدينة العالمين. طيب سيادة اللواء، في أيام بيزيد فيها الإقبال، يعني في أيام الحفلات الكبيرة، في أيام نهاية الأسبوع والويك أندز، أعتقد الإقبال بيكون زيادة، هل مزودين مواعيد الرحلات؟ الأتوبيسات متوفرة وموجودة وجاهزة لجميع لنقل أي أعداد. عزيز. ودي مش أتوبيس واحد، الأتوبيس اللي بيخلص كل ساعة أتوبيس أو كل ساعة نص ساعة أتوبيس على حجم حسب حجم الإركاب. طب خلينا نروح لداخل العلمين، هل في خط داخلي؟ عرفنا ان في خط اتوبيسات داخلي وفي اتوبيسات كهربائيه جوه العلمين، عايزين نعرف اهم المحطات اللي جوه العلمين، الاتوبيس ده بيعمل ازاي هو صديق للبيئه، بيوفر قد ايه لرواد وزوار هذا المهرجان من اجل خدمتهم. هو فعلا زي ما سيادتك قلت كده، احنا منسقين مع جهاز المدينه إن في أتوبيسات وخطوط متميزة للنقل داخل مدينة العلمين لربط جميع المناطق من المدينة والمهرجان وخدمة أهالي الساحل الشمالي بالكامل. فدي سيادتك خدمة فعلا موجودة بمساراتها متحددة مع جهاز المدينة ومتوفرة أتوبيسات كهربائية
مكيفة صديقة للبيئة، من الآخر أتوبيس فاخر. طيب فكرة إقبال الناس على رحلات اليوم الواحد وعلى أن يبقى عندهم وسيلة مواصلات نظيفة وآمنة ومريحة يقدروا يروحوا ويرفهوا بيها عن نفسهم لمدة حتى يوم واحد في الشواطئ المجانية كمان ده، ويحضروا الحفلات ويحضروا الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين الجديدة، حضرتك شايف الإقبال ودرجة الإقبال إزاي؟ احنا طبعا الشاطئ العام الموجود في مدينة العالمين ده شاطئ محترم جدا، بيحتوي جميع الأنشطة وألعاب متميزة، من ألعاب شاطئ متميزة جدا، بالإضافة إلى المية طبعا. احنا بنطير الخطوط للشباب فعلا اللي عايز، أو الأهالي أو الأسر اللي عايزة تقضي يوم في مدينة العالمين على الشاطئ العام، لحد الشاطئ بيركب الساعة 7 و8 و9 الصبح لحد الشاطئ، ويرجع الساعة 8 بالليل إن شاء الله. طبعا ده كل ده المدينة عالمية وفيها جميع الوسائل الترفيهية وجميع الوسائل السياحية الجميلة اللي تخدم أهالينا في البلد، في بلدنا إن شاء الله. شكرا لك يا فندم اللواء حسن الليثي رئيس شركة السوبر جيت التابعة لوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لحضرتك.